السلام عليكم، معكم الميك اب ارتست حليم بركات. بالنسبه للدومين كيفاش دخلت له، هي في الصغر كانت عندي هوايه، وابخي دخلت قريت خديت لي فورماسيون ابخي، يعني مع التجربه والخبره والتطور فاكيد كتزيد تطور من راسك وكتزيد يعني في تالق اكثر. الحمد لله قدرت فتره قصيره ونبصم اسمي يعني في هذا المجال ديال الميك اب ارتست، يعني مؤخرا ما كاين تبارك الله عديد من الميك اب ارتست، فباش تميز وتكون يعني متالق وتخدم مع لي زارتيست فهذه شي حاجه ماشي سهله، تبصم اسمك مع الفنانات فهذا الشرف لي اكيد. الحمد لله قدرت انني نفرض اسمي معهم، الحمد لله كيتشقوا في حاليم كتعجبهم الخدمه ديالي، فهاد السؤال ما نقدرش نقول لك عكس انهم هما اللي جاوبوك عليه باش كنتميز وكيشوفوا لاتوش ديال حاليم سبيسيال على الباقي لي ميك اب ارتست. بالنسبه للميك اب فهو كما حنا عارفين الميك اب وبلاصه الميك اب فهو من الخليج، فانا كنشوف كنتابع يعني لي ميك اب ارتست من الخليج وكنت انسبيرا منهم، تبارك الله لي ميك اب في الخليج يعني ما شاء الله عليهم، فكنشوف كنكونوا متابعين بعد لي ميك اب ارتست، كتشوف هذا شنو لاتوش ديالو هذا لاتوش ديالو وكتزيد اضافات ديالك فباش كتصنع داك اللمسه ديالك. اكيد ما شاء الله خدمت مع العديد من الفنانات المغربيات وشرف لي اكيد، فكاملين اي وحده كتبقى لك واحد الذكرى واحد سوفينير معاها، فكاملين تبارك الله ما شاء الله عليهم جميلات قلبا وقالبا، وكتبقى مرتبطه بهم واحد الصداقه قويه، والحمد لله كاملين عزاز عليا وكاملين يعني طب. منهم ليلى البراق، سلمى رشيد، لطيفه رأفت، هدى صدقي، صباح بن صديق، جليلة التلمسي، بزاف كنعتذر اللي ما ذكرش الاسماء ديالو. دنيا باطمة عمري يعني جاتني فرصه الشغال معها ابدا، صراحه قبل الكورونا كان يعني قمت بالتحضير ديال السونتر ديالي في مدينه فاس، فمن بعد ما جات هذا الوباء تاني للبلان، الوغ دابا ما نقدرش ندير شي حاجه حتى نشوفوا زعما قطاع الحفلات واش غادي تطلقوا الحفلات عاد نقدر نكمل في البروجي ديالي، ولما لا زعما في كاع المدن لما لا يكون واحد السونتر ديال حاليم بوركوا با، علاش لا. انا اختصاص عرائس، فكان ديبلاصا عند العروس لاصال وكان ماكيلها تما، وكاين العروسه اللي كتبغي انني نرافقها طيله الحفل ديالها، فهذا هو يعني التكنيك اللي كنمشي عليه مع العرائسي. الصراحه في كورونا الحمد لله ماشي تقطع بزاف، ولكن كاينين واحد الحفلات اونتر فامي بيناتهم، فكتلقى داك الشيء خفيف ظريف وماشي بحال السيرفيس ديال الايام العاديه لاصال وعرس كبير. بالنسبه للقطاع في كورونا حنا كان واحد الضرر كبير على جميع الفئات وجميع القطاعات، بس لحد الان القطاع اللي مازال كيعاني وتضرر كبير هو قطاع الحفلات، منهم يعني تريتور نكافات اصحاب القاعات، لحد الان مازال زعما كنعاني، ونتمنى ان شاء الله يتهز علينا هذا الوباء وترجع المياه اللي مجاريها.